قطاع الناشئين لكرة القدم نادي المقاولين العرب البيت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا احسن لعيب في العالم؟ النهاردة بنصور في بيتنا زي ما قلت، المكان اللي محمد ابتدى فيه حياته الكروية. هنا اوضه اللبس، وهنا الملاعب، وهنا الاكل والشرب، واكتر وقت قضاه محمد في النادي. وهنا ابتدت صداقه 15 سنه. هنا احنا في اوضه اللبس في قطاع الناشئين في المقاولين العرب. هي الاوضه عزيز عليه، يعني انا متاكد لما اشوفها هيفتكر الاوضه وهيفتكر الايام اللي كان موجود فيها هنا. كان بيشتغل على نفسه اصلا كتير بعيدا عن فتره التمرين، لان هو اصلا كان بيبات هنا في النادي، كان بيزود من نفسه، بيتمرن في اوقات مش بتاعه التمرين، كان بيعمل كده فعلا من وهو صغير يعني. هو بيحب الكشري جدا. هو الكشري حاجه مهمه جدا بالنسبه له، يعني اول حاجه بتحصل ما بينزل مصر قبل حتى ما بيسلم عليا علبه الكشري لازم ياكلها، يعني بيحبه جدا. شخصيه فعلا ممكن تكون من اجمل الشخصيات اللي انت تتعامل معاها. هو احسن شخصيه في العالم، مش احسن لعيب في العالم بس.